والجلسة الثنائية، جلسة المباحثات التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأرميني في وجود وفي حضور وفدي البلدين. هذه الزيارة الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تأتي في إطار تدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية. أيضا هذه الزيارة وهذا اللقاء طرح فيه الكثير والعديد من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك، والتي تعكس بشكل أو بآخر مدى التقارب ومدى التفاهم ومدى التوافق ومدى الالتقاء في الرؤى والفكر والاستراتيجية المصرية الأرمينية. إذن هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا بعد ختام زيارته إلى أذربيجان، وسبقها زيارة إلى دولة الهند. تعد هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا، وكما ذكرنا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تدعيم وتوطيد وتوثيق العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعكس مدى التوافق والتقارب المصري الأرماني خلال عدد كبير من القضايا والملفات والموضوعات محل الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والأرمانية. أيضا هذه الزيارة بتعكس مدى تقدير أرمينيا للدور المحوري والدور الرئيسي والدور الهام التي تلعبه مصر في المنطقة، والعلاقات المصرية في إطار المحيط الإقليمي والدولي. ومتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور مختار الغباشي، أمين عام مركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور غباشي، بعد التحية، بداية يعني في أي سياق وفي أي إطار تضع أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا بعد ختام زيارته إلى كل من أذربيجان والهند؟ تحياتي ليك ابتداء. نعم، هذه زيارة مهمة، زيارة تأتي في سلسلة ثلاث زيارات: الهند، ثم أذربيجان، ثم أرمينيا. والقيادة السياسية في أرمينيا تقدر جيدا القيادة السياسية في مصر، وتقدر سيادة الرئيس، وبمعيار أن كان هناك اتصالا هاتفيا من الرئيس الأرميني في سبتمبر 2020 يطلب من سيادة الرئيس التدخل والوساطة لحسم صراع موجود ما بين أرمينيا وما بين أذربيجان. وإلى حد كبير دولتين مهمتين، إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق وإحدى الدول الكتلة المستقلة سنة 93، ومن الأهمية أن يكون لمصر علاقات خاصة معهم ومحور جديد في السياسة الخارجية المصرية، بعيدا عن المحاور التقليدية اللي إحنا ألفناها على مدار عقود وعلى مدار سنوات طويلة. إذن هذا يقودنا دكتور غباشي للحديث عن التوازن في العلاقات السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع كل دول العالم، وفقا للاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة بطبيعة الأحوال، وعدم توجيه بوصلة السياسة الخارجية المصرية إلى دولة بعينها، ولكن أن يكون هذا التوازن ما بين دول أوروبية ودول إفريقية ودول آسيوية. نعم طبعا، بالتاكيد. يعني انك انت النهارده تخلقي لنفسك سياسه خارجيه بعيدا عن محاور تقليديه غربيه على غرار
دول كثيره جدا في العالم الغربي او الولايات المتحده الامريكيه او الطرف الروسي حتى والصيني من الناحيه الاخرى، ودي كلها اطراف مهمه، لكن ان تكون لك محاور غير تقليديه على غرار اذربيجان او على غرار ارمينيا وغيره من دول وسط اوروبا او وسط اسيا، دي الى حد كبير جدا هناك تجارب مهمه لهذه الدول تستفيد منها، ودول سهل بالنسبة لمصر أن تكون أبوابها مفتوحة لاستثمارات متبادلة لقطاعات اقتصادية من الممكن أن تكون موجودة. لو نظرت إلى أذربيجان مثلا على سبيل المثال، دولة تعتمد على نفسها ذاتيا من الزراعة، هي منتجة لقطاع الطاقة والغاز، وبدرجة أو بأخرى تنظر لمصر باعتبارها مقر منتدى حقول شرق المتوسط. صحيح. لو نظرت إلى أرمينيا هتلاقي أرمينيا نفس النظام، هي دولة إلى حد كبير جدا استقلت عن الاتحاد السوفيتي وبدأت تشكل لنفسها رؤية مستقلة وبدأت تعتمد على نفسها ذاتيا في الكثير جدا من الأمور، وإلى حد كبير جدا من الممكن أن يكون السوق الخاص بأرمينيا أو أذربيجان سوق مفتوحة لرجال الأعمال المصريين وللمنتج المصري ولتبادل التجارة ما بين الدولتين وتعزيز قيمة هذا. صحيح. التجارة ما بين الدولتين، فمن الأهمية أن تكون هذه الزيارة، وأنا أراها أن هي زيارة مهمة لمحور غير تقليدي في السياسة الخارجية المصرية. صحيح، وهذا يقودنا للحديث عن يعني كيفية توطيد هذه العلاقات، وإلى أي مدى هذه الزيارة تسهم بشكل أو بآخر في ترسيخ مبدأ قوة ومتانة واستراتيجية العلاقات المصرية الأرمنية. لا نتحدث فقط عن الجانب أو على الصعيد السياسي وعلى صعيد القضايا والملفات في المنطقة والإقليم ودول العالم أجمع، وإنما أيضا نتحدث عن تبادل تجاري وتبادل استثماري، ونتحدث عن يعني تقارب على المستوى ربما الشعبي أو الجماهيري متعلق به كنموذج وكمثال إنه الجالية الأرمنية يعني عددها إلى حد ما كبير في مصر وتحظى بكل الرعاية والتقدير، والعكس صحيح بطبيعة الأحوال. صحيح، وعندما تنظري إلى أرمينيا وتنظري إلى الجالية الأرمينية أو يعني بوادر الشعور الطيب الموجودة في الشعب الأرميني وحبه لمصر، والدليل في ده المسألة اللي أنا يعني طرحتها أمامك في الاتصال الهاتفي الذي تم في سبتمبر 2020 من قبل الرئيس الأرميني الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلب منه الوساطة في الصراع الموجود ما بينه وما بين أذربيجان، ودي مسألة ينظر إليها على أنها تقدير كبير لقيمة مصر، وأن من الممكن أنها تقوم بدور كبير جدا في هذه المسألة. فإذا توافرت الإرادة السياسية على هذا الوضع يبقى سهل جدا أنك أنت تعززي من قيمة العلاقة التجارية والاستثمارية والاقتصادية ما بين الدولتين، لأنه في الأول وفي الآخر هناك رغبة مشتركة من قبل الحكومة والإرادة السياسية، وهناك إحساس طيب من قبل الشعب الأرميني وتقديره للشعب المصري، ودي مسألة إلى حد كبير جدا تعزز من قيمة ووتيرة العلاقات المتبادلة ما بين الجانبين. الأمر الثاني وده أمر مهم جدا، أنه هذه الدول هي بكر وهناك قوى إقليمية ذات طابع مؤثر في منطقة الشرق الأوسط وقضاياه إلى حد كبير جدا متغلغلة في علاقتها معاه، أقصد بذلك تركيا وإيران. ما تنسيش أن تركيا وإيران لهم علاقة كبيرة جدا بهذه الدول، خصوصا الدول الست المستقلة عن تركيا أو الدول الست اللي كانت في عباءة الاتحاد السوفيتي وأصبحت فيما بعد دول مستقلة. صحيح. فهذه الدول إلى حد كبير جدا بتبقى ساحة بك أنك أنت وما فيش طموح لها طامعة في مقدراتك ولا منغمسة في الكثير جدا من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وليس هناك حساسيات سياسية بتعزيز قيمة والتبادل التجاري ما بين الدولتين، فمن هنا بتكون ده كله محفز لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية. صحيح، يعني حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الزيارة وأيضا ما رصدناه في المقابل من حفاوة الاستقبال برئيس جمهورية مصر العربية، وهي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. صحيح، هي الزيارة الأولى ودي تعطي رمزية مهمة جدا، إنه الزيارة الأولى وفي هذا التوقيت
وفي ظل هذا الاستقطاب الدولي والإقليمي، وفي ظل إعادة تموضع لكثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية في أماكن نفوذ، يبقى زيارة لها معاني كثيرة جدا، مش معاني سياسية بس أو اقتصادية بس، ده لها معاني رمزية في طبيعة التحالفات الجديدة اللي من الممكن أنك أنت تبنيها على نطاق الدولي ونطاق الإقليم، وخروجك من أطر العلاقات التقليدية مع الحفاظ عليها إلى علاقات غير تقليدية لفتح آفاق وتعزيز قيمة ووتيرة العلاقات التجارية ما بين الجانبين، أنا متصور أنه ده نجاح كبير يحسب للسياسة الخارجية المصرية في خلال هذا التوقيت، ومتصور أن من الممكن خلال المرحلة القادمة نجني ثماره من خلال مشاريع مشتركة، من خلال مذكرات تفاهم، من خلال خطابات نوايا، من خلال جذب مزيد من الشركات الكبيرة والتجارب اللي قامت بها هذه الدول عشان تعتمد على نفسها وتنجح، فمن الممكن ان احنا نستفيد من هذه التجارب الكبيرة خلال المرحلة القادمة. طيب عن هذه المشروعات المختلفة او مذكرات التفاهم او يعني توقيع عدد من الاتفاقيات ربما بين الجانبين المصري والأرميني، نعلم ان قطاع السياحة كنموذج وكمثال من القطاعات التي تحظى باهتمام البلدين مصر وأرمينيا، وهناك نشاط كبير في هذا القطاع وفي صناعة السياحة بشكل عام. كيف نبني على هذا التقارب فيما يتعلق بالقطاع السياحي ونعزز من وجوده في استقطاب يعني أعداد أكبر من الشعب الأرمني لزيارة مصر، ويعني تفقد والتجول في المقاصد السياحية المختلفة بها والعكس صحيح؟ نعم، سؤال مهم جدا الحقيقة، وعندما نتحدث عن السياحة كإحدى الروافد المهمة جدا للاقتصاد المصري، ونتحدث عن السياحة وطموح، وده كان حديث لوزير السياحة الجديد، الطموح بأن احنا نصل إلى أعداد 30 مليون سائح خلال المرحلة القادمة، ومع هذا العلاقات وهذه الزيارات التي تتم، من الممكن أن ده يعزز من قدرة وقناعة الشعب الأرميني في زيادة وتيرة زياراته لمصر وتعزيز هذه الزيارات. الجزئية الثانية ودي جزئية مهمة جدا، انك انت وقت تتحدثي عن شعب الى حد كبير جدا عنده رغبة في التعامل والتعاون والتنسيق والزيارة، يبقى سهل جدا مع تعزيز وتيرة العلاقات على المستوى السياسي او على مستوى القيادة السياسية، ده يحفز الشعب الأرميني لمزيد من الزيارات، خصوصا إذا كانت زيارات على نطاق السياحة أو زيارات على نطاق فتح آفاق استثمار أو اقتصاد أو زيارات على نطاق استقصاء للساحة المصرية من جديد، هل من الممكن أن يكون هناك استثمارات في البنية التحتية، في قطاع الصناعة، في قطاع التجارة، في قطاع الزراعة وغيره من مثل هذه الأمور، فإضافة وتيرة السياحة لهذا الأمر أنا متصور لا ده نجاح كبير ومن الممكن أن يضيف إليه خلال المرحلة القادمة. طيب دكتور غباشي، فيما يتعلق بقطاع الزراعة كما ذكرت في كلماتك والتعاون المصري الأرميني في هذا القطاع الهام والحيوي، خاصة في ظل الظروف والمتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي يشهدها العالم ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعيات وتبعات هذه الأزمة بالسلب للأسف في حدوث أزمة ربما متعلقة بنقص الغذاء على مستوى العالم وأزمة الطاقة أيضا في المقابل، كيف يمكن يعني ترى شكل وحجم التعاون المصري الأرميني في قطاع الزراعة في ظل أزمة الغذاء العالمية؟ شوفي لو أنت نظرتي إلى الزيارات الثلاث بداية من الهند وصولا إلى أذربيجان وختاما بأرمينيا، هتلاقي تقريبا القاسم المشترك ما بين الثلاث دول هو قطاع الزراعة تحديدا وآليات الاكتفاء ذاتيا منه أو الاعتماد على تجارب هذه الدول في آليات الاكتفاء الذاتي. الهند تعدى عدد سكانها المليار نسمة، ورغم ذلك اكتفت ذاتيا من هذه السلعة الاستراتيجية وبتصدر القمح إلى الخارج، ودي تجربة من الممكن أنك أنت تستفيدي منها بدرجة كبيرة جدا. أذربيجان إحدى الروافد المهمة جدا للقطاع الاقتصادي داخل هذه الدولة هو قطاع الزراعة بجانب الطاقة والغاز في ظل ما نراه على نطاق الدولة ونطاق الإقليم.
لو انتقلنا من الدولة الثانية إلى الثالثة وهي أرمينيا، أنا متصور أيضا أنها تعتمد ذاتيا على نفسها في هذا القطاع، لأنه امتلاكك وقدرتك على الاعتماد الذاتي من خلال الغذاء أو من خلال سلعة القمح تحديدا إلى حد كبير جدا تعزز من قيمة قرارك ومن قيمة وجودك على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي. وأنا متصور أن التجربة الأذربيجانية أو التجربة الأرمينية في هذا النطاق تجربة إلى حد كبير جدا ناجحة، ونستطيع أن احنا بتبادل المعلومات وزيادة الخبرات ما بين الدولتين وتعزيز قيمة وتيرة الكثير من مذكرات التفاهم ورغبة الدولتين في التعاون والتعامل في هذا الأمر، من الممكن أن احنا نحقق نجاحات خلال المرحلة القادمة في هذا القطاع. قطاع الزراعة قطاع مهم جدا، ومن الأهمية لمصر أيضا أن تبحث لنفسها عن آلية اكتفاء ذاتي خلال المرحلة القادمة في ظل هذا الصراع المستميت على نطاق الدولي ونطاق الإقليم. صحيح، يعني إلى أي مدى ترى الدور المصري في الفترة الأخيرة، ويعني قدرة مصر وتأثير مصر حتى نكون أكثر دقة، تأثير مصر وفعالية مصر في التعاطي والتعامل مع القضايا والملفات المختلفة، ورغبة عدد كبير جدا من دول العالم إلى الاستماع إلى الرؤية والاستراتيجية المصرية والأخذ بها كنموذج يحتذى به في التعاطي مع الملفات المختلفة؟ شوفي، عندما لا يكون لك غرض سياسي أو أهداف سياسية ظاهرة من أي صراع، دائما وأبدا بينظر إليك على أن من الممكن أنك أنت تقومي بدور حسن وبدور وسيط في هذا النطاق. وأنا متصور أن الصراع الموجود ما بين أرمينيا وأذربيجان فيما هو مرتبط بإقليم ناكورو-باخ، هذا الصراع من الممكن أن مصر تقوم بدور حيوي إلى حد كبير جدا تهدئ من هذا الصراع الموجود ما بين الدولتين. ومتصور أيضا أن هناك رغبة مشتركة من كلا الدولتين، باعتبار أن مصر بعيدة عن حدة هذا الصراع وملهاش أهداف سياسية من وراه، هي تريد أن تحافظ على قيمة هاتين الدولتين، وتريد بدرجة أو بأخرى شكل من أشكال السلام والهدوء في هذه المنطقة، ومن الممكن أنها تلعب دور بصرف النظر عن وجود أهداف سياسية هي تريد أن تحققها في النهاية. ودي مسألة تعزز من طرح ربما القيادة الأرمينية في أن تقوم مصر بدور الوساطة في هذا النطاق. الأمر الثاني، وده أمر مهم جدا، أن جزء من تأثيرك على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي هو أنك أنت كيفية إدارتك لكثير جدا من مناطق الصراع ومناطق النفوذ، وأنك أنت يبقى لك رؤية، هذه الرؤية ذات وجاهة، وأن إلى حد كبير جدا تكون قابلة للتحقيق، خصوصا في ظل صراعات موجودة في منطقة الشرق الأوسط غير قابلة للحل حتى هذا التاريخ، ودي علامة استفهام كبيرة إذا كنت بتكلم عن سوريا أو ليبيا أو اليمن أو غيره من القضايا المتوترة والساخنة في هذه المنطقة. لكن تظل مصر باعتبارها بوابة مهمة جدا للساحة الأفريقية، 55 دولة، وهي الدولة الأهم في المحيط العربي باعتبارها تمتلك تلت عدد سكانه ودولة اتسام في هذه المنطقة، ينظر إليها من كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية باعتبارها دولة كبيرة، ومن الممكن أن يكون لها دور كبير على نطاق الدولة. طيب دكتور غوباشي، يعني نحن في انتظار يعني أن ننتقل لتوقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، الجانب المصري والجانب الأرمينية. إلى أي مدى هذا يعكس ويترجم بشكل أو بآخر نجاح هذه الزيارة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على لقاء رئيسين ووفدي البلدين، وإنما يترجم بنتائج ومكتسبات ملموسة على أرض الواقع متعلقة بمذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين تتصل وتتسق بالتعاون في المجالات والقطاعات المختلفة الزراعية العلمية السياحية؟ فكيف ترصد يعني حجم التقارب من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم؟ شوفي، يعني مذكرات التفاهم اللي هي تترجم فيما بعد إلى خطابات نوايا بمعنى أفعال على أرض الواقع، شفنا ده من خلال الزيارة اللي قام بها سيادة الرئيس للثلاث الدول اللي احنا أشرنا إليهم، إذا كانت الهند أو أذربيجان أو أرمينيا.
بالنسبه لارمينيا انا متصور انه مذكرات التفاهم التي سوف يتم توقيعها بتنوعاتها بقى. اسمح لنا دكتور غباشي ننتقل الان لمتابعه توقيع مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والارمينيه.